نعرف أحوال شوارعنا إيه. صباح الفل يا عاصم. يا صباح الخير والبركة والسعادة، تحياتي لحضرتك يا أستاذة رشا، وبصبح على كل مشاهدي صباح البلد من داخل غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور. اسمحوا لنا في البداية نطمن كل السادة المشاهدين إن حتى هذه اللحظات اللي احنا بنكلم فيها حضراتكم على الهواء لم ترد أي اخطارات هنا للغرفة تفيد لا قدر الله بوجود أي مشاكل على الطرق، وأن كل الطرق والمحاور تسير على ما يرام الحمد لله رب العالمين. طبعا الحاجة الثانية، كلنا عارفين إن موجة من الطقس الحار بيشهدها البلاد حاليا بتصل لذروتها الحقيقة النهاردة الاثنين وغدا الثلاثاء، وبتبدأ يعني تنزل تدريجيا بدءا من الأربعاء. عشان كده بنناشد كل قائدي ومالكي المركبات عليهم القيام بالصيانة الفورية والدورية الخاصة بالسيارات بتاعتهم تحديدا في فصل الصيف. الناس اللي لسه ما عملتش الصيانة بننصحهم قبل ما يتحركوا، تحديدا الناس اللي مسافرة النهاردة، يطمنوا على كل السوائل داخل العربية وأهمها زيت الموتور وكمان المية الخاصة بالريداتير بتاع العربية. وطول ما هم سايقين تحديدا في درجات الحرارة تحت أشعة الشمس الحارة النهاردة، لازم عينيهم على طول أيضا على مؤشر الحرارة داخل السيارة، وإن شاء الله كل الجميع يعني يصل لمراده بألف خير وسلامة. تعالوا بقى نشد نشوف الصورة على أرض الواقع ونشوف أخبار الحالة المرورية، ونبدأ مع حضراتكم من طريق السويس اللي جاي هنا من القاهرة ومن التجمع ومتجه إلى بوابات السويس. وطريق السويس في حالة من السيولة المرورية التامة تحديدا عند منطقة البوابات، وأيضا اللي جاي هنا من السويس ومتجه بقى إلى القاهرة في حالة من السيولة المرورية التامة. نروح أيضا مع حضراتكم لمحور بن زايد تحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة، حالة من السيولة المرورية التامة في الاتجاهين في هذا المحور. أيضا ننتقل مع حضراتكم لجزئية في غاية الأهمية وهو طريق محور 26 يوليو اللي جاي هنا بقى من مناطق أكتوبر وزايد ومتجه بقى إلى مناطق ميدان لبنان والمهندسين وجماعة الدول العربية في حالة من السيولة المرورية التامة. أيضا نزلة الطريق الصحراوي في حالة من السيولة المرورية التامة، واللي جاي أيضا من ميدان لبنان والمهندسين والزمالك وكوبري 15 مايو ثم بعد ذلك محور 26 يوليو أو الصحراوي وبعد ذلك إلى زايد أو أكتوبر في حالة من السيولة المرورية التامة أيضا في هذا الاتجاه. نروح برضو مع حضراتكم مشاهدينا لجزئية في غاية الأهمية أعلى الدائري تحديدا عند منطقة الرماية على الدائرة، اللي جاي هنا بقى من الدائرة الزراعي ومن كبر صفته ومن المحور ومتجه إلى مناطق أكتوبر وطريق الواحات في حالة من السيولة المرورية التامة. واللي جاي ايضا هنا من مناطق يعني مختلفة على الدائرة وحابب ينزل على الصحراوي في حالة من السيولة المرورية التامة. اما اللي جاي هنا من ميدان الرماية والهرم ونهاية فيصل وطالع الدائري من عند منطقة الرماية في حالة من السيولة المرورية التامة، واللي جاي هنا من مدينة الانتاج الاعلامي مناطق حدائق اكتوبر مناطق حدائق الاهرام وايضا من طريق الواحات ومتجه اعلى الدائري ثم بعد ذلك الطريق الزراعي وايضا المناطق الاخرى على الدائري في حالة من السيولة المرورية التامة. نروح برضو مع حضراتكم لمنطقة أعلى قوس الغربي وهو منطقة كوبري رود الفرج، واللي جاي هنا بقى من الصحراوي اسكندرية، وقبل ما يدخل طبعا بوابات مصر اسكندرية بياخد الطريق رود الفرج اللي بيودينا على طول إلى مناطق شبرا في حالة من السيولة المرورية التامة، واللي جاي هنا من مناطق وسط العاصمة وحابب يطلع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في حالة من السيولة المرورية التامة. وهنا يا أستاذ رشا نقدر نقول طريق بديل في غاية الأهمية تحديدا في فترة الذروة الصباحية. حبايبنا اللي جايين من اسكندرية بدل ما ياخدوا دلوقتي في توقيت الذروة الصباحية الطريق الدائري أو طريق المحور، الأهم والأفضل ليهم إن هم ياخدوا طريق رود الفرج اللي بياخدوا من قبل البوابات وبينزلوا مباشرة على يعني منطقة وسط العاصمة عند منطقة كوبري تحيا مصر. ده الأفضل ليهم والأهم والأحسن تجنبا لي يعني الأحجام المرورية اللي ممكن تكون على الدائري والمحور تحديدا في فترة الذروة الصباحية. نروح برضو لمنطقة أخرى على الدائري ومنطقة الكنيسة، زي ما حضراتكم شايفين الجزء الأيسر يعني في الأعمال الخاصة بالتوسعة والتطوير ما زالت يعني بعضها تحت الانشاء، اما الجانب الثاني اكتملت الامر اللي ترتب عليه حاله من السيوله المرورية التامه في هذا الطريق، وايضا الاتجاه الاخر فيه سيوله مرورية تامه رغم انه لسه ما تضمش لمنطقه التطوير اللي بيجرى يعني الانتهاء منها ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. نروح ايضا مع حضراتكم لمنطقه المريوطيه ودائري اعلى المريوطيه، اللي جاي هنا بقى من مناطق التجمع ومناطق دائري المعادي ومتجه الى الدائري ثم بعد ذلك مناطق الرمايه او الواحات، او حابب برضه يروح الزراعي او طريق شبرا بنها الحر في حاله من السيوله المرورية التامه في هذا الاتجاه. واللي جاي هنا برضه من مناطق اكتوبر مناطق طريق الواحات والدائري من عند الرمايه ومتجه اعلى دائري المريوطيه ثم بعد ذلك دائري المنيب والمعادي والتجمع في حاله من السيوله المرورية التامه ايضا في هذا الاتجاه. نروح برضه مع حضراتكم لمنطقه البساتين، المنطقه اللي اكتملت فيها اعمال
التطوير والتوسعة بالكامل سواء في الجانب الأيمن والجانب الأيسر، الأمر اللي ترتب عليه حالة من السيولة المرية التامة. وهذا المشهد الجميل اللي احنا شايفينه رغم ان وجود كثافات كثيرة جدا وسيارات يعني عديدة على الطريق انها لم تؤثر تماما على الحركة المرية، وان كل الأمور تسير على ما يرام نظر لأعمال التوسعة اللي الحقت بهذا الطريق مؤخرا. نروح برضو مع حضراتكم لمنطقة أخرى على الدائرة عند منطقة أثر النبي، وتحديدا منزل أثر النبي اللي تم الانتهاء منه وبنشير إليه كل مرة، وأن يعني هذه النزلة من الدائرة عند منطقة أثر النبي تعمل بكامل طاقتها بعد التجديد. وأيضا هنا بقى اللي جاي من المعادي والمنيبة ومتجه إلى التجمع مناطق العين السخنة، وأيضا حابب يروح الاوتوستراد في حاله من السيوله المريه التامه اعلى الدائري في هذا الاتجاه، واللي جاي هنا بقى من التجمع مناطق العين السخنه ايضا باقي المناطق الاخرى من اعلى الدائري، وثم بعد ذلك متجه الى دائري المريوطيه او نزله البحر الاعظم في حاله من السيوله المريه التامه ايضا في هذا الاتجاه. نروح مع حضراتكم لنفق الـ NA في منطقه التجمع، واللي جاي هنا من شارع التسعيني ومتجه بقى الى زهراء مدينه نصر او طريق السويس او طريق اسماعيليه في حاله من السيوله المريه التامه، واللي جاي هنا بقى من مناطق الدائري سواء طريق الزراعي او مناطق زهراء مدينه نصر ومتجه بقى الى المعادي والمنيب وباقي المناطق الاخرى على الدائري في هذا الاتجاه في حاله من السيوله المريه التامه. نروح ايضا لمنطقه هذا النفق قدام اكاديميه الشرطه في حاله من السيوله المريه التامه في كافه الاتجاه على هذا الدائري اللي جاي من المعادي ومتجه ايضا الى باقي المناطق الاخرى زي زهراء مدينه نصر او التجمع الاول في حاله من السيوله المريه التامه حتى تحت النفق اللي بيودينا على طريق السويس وايضا مناطق العبور في حاله من السيوله المريه التامه. ونختتم جولتنا من عند محور سعد الدين الشاذلي بمحافظه القاهره حاله من السيوله المريه التامه في كلا الاتجاهين. دايما بنقول استاذ رشا ان الاداره العامه للمرور مخصصه رقم في غايه الاهميه للتدخل السريع والانقاذ على الطرق، وهو 0122 3 1 4 0، 0122 3 1 4 0 ده الرقم اللي خصصته الاداره العامه للمرور، لا قدر الله لو حد اصابه اي مكروه على اي طريق ممكن يتصل على هذا الرقم ويجد التدخل المباشر والانقاذ الفوري له. كمان بنؤكد وبنشير ان التطوير الكامل اللي بتقوم به سواء وزاره الداخليه ممثله في الاداره العامه للمرور سواء في وحدات التراخيص على مستوى الجمهوريه لتوفير اعلى الخدمات لكل المواطنين في اقل وقت ممكن، المواطنين اللي بيترددوا على هذه الوحدات سواء لتجديد التراخيص او استخراج رخصات قياده شخصيه او رخصه سياره عربيه، سيارات خاصه او ايضا الخاصه بفحص السيارات. كمان مهم جدا الناس اللي هي مش حابه تروح المرور ممكن تدخل على موقع دعم مصر او موقع الاداره العامه للمرور بوزاره الداخليه وتطلب المرور يجي لها لحد عندها. طيب ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق حضرتك بتدخل على الموقع بتحجز من خلاله، وبالتالي بيتم تحديد يوم لحضرتك بتيجي يعني وحده او سياره من المرور بتقوم باجراء التالي. حضرتك يا اما بتجدد الرخصه، لو بتطلعها لاول مره لازم تروح الوحده، لكن لو بتجدد الرخصه الشخصيه بتاعت حضرتك ممكن يعني تتمتع بهذه الخدمه، او بتجدد رخصه السياره دون فحص. يعني لو انا بجدد رخصه سيارتي دون فحص اتمتع بهذه الخدمه، لكن لو السياره بتاعتي محتاجه فحص لازم ان انا اروح للوحده، وده طبعا ضمن التطوير الشامل اللي بتقوم به الدوله المصريه في كافه الاتجاهات والمجالات تيسيرا على المواطنين ومواكبه التطور التكنولوجي العالمي، وده اللي بتقوم به تحديدا الاداره العامه للمرور ممثله في كافه الادارات على مستوى محافظات الجمهوريه، ودايما ان شاء الله باذن الرحمن على فكره يا عاصم الانجازات. مرة تانية صباح الخير والبركة والسعادة على صباح الخير يا عاصم، بس أنا عايزة أقول لك على حاجة، في عدد كبير من زمايلنا ابتدوا يعملوا يجددوا ترخيص العربية بإن هم يدخلوا ياخدوا ميعاد ويروحوا يعملوها، وبيشكروا جدا في الخدمة دي وقد إيه إنها مريحة وسريحة. مثلا يعني وقالوا لي في عند مسجد عمر مكرم في مدينة نصر يعني وفي المولات، يعني هو بيقول لي انا ما حسيتش باي حاجه خالص وعملوا كده. انا عايز اقول لك على تجربه تانية كمان انا مريت بيها امبارح. انا بعد ما خلصت شغل هنا امبارح كان عندي مشاوير كتيره يمكن لغايه الساعه 4 5 من مدينه الانتاج للمهندسين للمعادي، يعني كان عندي وكنت شايله هم الزحمه يعني، وامبارح كان الحد ممكن يبقى زحمه يعني. بس الصراحه انا عايز اقول كلمه حق، انت كنت طول النهار في تقاريرك بتقول لنا سيوله مروريه تامه، حاله من السيوله المروريه تامه. انا فعلا امبارح كان حاله من السيوله المروريه التامه، مع اني كنت الساعه 4 على الكورنيش وفي المهندسين والدنيا كانت رايقه، ما خدتش في المشوار اكتر من ثلث ساعه نص ساعه بالكتير. ففعلا
في مجهود محسوس على الأرض الواقع، واللي ينكره يبقى جاحد. خليني أقول بس يعني دي نقطة أنا عايزة أقولها. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عاصم. وده اتفضل أسمن على كلام حضرتك يا أستاذ رشا، وده بنرجعه لربنا والدور الكبير اللي بتقوم بيه وزارة الداخلية وتحديدا رجال المرور على كل الطرقات والمحاور، رغم كمان وجود يعني طلبة وطالبات بيجروا امتحانات الدبلومات الفنية، وده اللي ممكن يأثر على يعني الطرق، ولكن تواجد مكثف تحديدا في هذه المناطق الحيوية، سواء مناطق الأعمال، سواء مناطق اللي فيها مصالح حكومية أو مناطق مدارس وجامعات، ده اللي بيحدثه حالة من السيولة المرية بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى. هم رجال المرور المتواجدين في كل الارجاء على مستوى محافظات الجمهورية. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عاصم الشنجاويلي. ايضا التوسعات على فكره يا عاصم يعني لازم رحمة. نشكر التخطيط اللي معمول للطرق، التخطيط الجديد يعني. صحيح. الواحد في مشروع قوي جديدة للطرق مع وزاره. صحيح. الداخليه مع كله الصراحه. بقت في متعه ان انت تتحرك في شوارع القاهره والجيزه، يعني انا اقولها كلمه حق حقيقي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عاصم الشنجاويلي من الاداره العامه للمرور.